معانا على تليفون سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عشان نعرف منه كل التفاصيل المتعلقة بحياة كريمة في أسوان. صباح الخير عليك يا سيادة اللواء. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ. صباح الخير يا مصر. كان موجود عند حضرتك في المحافظة تقريبا في شهر 9 اللي فات لرصد ما تم على أرض الواقع ضمن مبادرة حياة كريمة، لكن أعتقد أن الوضع دلوقتي اختلف، احنا داخلين في سنة، فعايزين نعرف من حضرتك إيه اللي تم حتى الآن من خلال هذه المبادرة في مراكز أسوان. طبعا بداية جدا في هذا اللي بيظهر الجمهورية الجديدة اللي بيحصل حاليا. سيادة اللواء استأذن حضرتك بس لو تغير المكان عشان الصوت مش واضح. قول لحضرتك الصوت كده واضح حضرتك؟ اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك يعني احنا فعلا يعني في منتهى السعادة في تنفيذ هذه المبادرة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتطوير الشامل لريف المصري حياة كريمة. احنا في المرحلة الأولى حاليا دلوقتي تم الانتهاء من 245 مشروع، الانتهاء كامل. وحاليا دلوقتي بننتهي من 649 مشروع والنسب تجاوزت 70%. عايز اطمن حضرتك ان احنا في هذه المرحله وقريه رئيسيه و103 قريه فرعيه و377 نجع وقف وعزبه. مع يعني مع اللي حصل بقى واجراءات السيول اللي تمت كنا في منتهى السعاده، على قد ما كان في سيول وفي تاثير على الناس، كان وجود سيادة الرئيس في محافظة أسوان تتمت إضافة جميع المراكز والمدن إلى مبادرة حياة كريمة، وكده هنوصل ل 39 قرية و 116 قرية فرعية و 380 نجع وقصر وعزبة وكده. عايز بنتابع متابعة يومية وأسبوعية، وفي لينا مرور ميداني على أرض الواقع. عظيم. بالإضافة للمتابعات اللي بتتم مع السيد المستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة محمد فريد حجازي، بالإضافة لما بيتم عرضه على السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية. بالحقيقة طبعا اللي بيتم داخل محافظة أسوان هي فعلا بيتم حالة موجودة وتحديات كبيرة جدا. طبعا أسوان تعلم جيدا إن هي من الأراضي الصحراوية اللي بتبقى صعبة، لأن فيها جرانيت وفيها بعض الصخور في بعض المواقع، فعشان احنا ننفذ كان في تحديات كبيرة جدا. دي ما عطلتناش ولا عطلنا كمان السيول ولا عطلتنا كمان أزمة كورونا في تنفيذ المهام وفي تنفيذ النسب المطلوب تنفيذها. احنا حضرتك إن شاء الله في خلال شهر أغسطس القادم هننتهي من المرحلة الأولى بنسبة 100%، وهندخل الاثنين مركز اللي قال عليهم سياده الرئيس اسوان ودراو في المرحله الثانيه طبقا لتوجيهات سيادته. احنا اشتغلنا بعض المشروعات فيها المرحله الثانيه زي الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاضافه لبعض البنيه التحتيه اللي شغالين على هذه الكره. وعايز اطمن حضرتك ان كل اللي بيتم على ارض اسوان فعلا احنا بنعتبره كان حلم بالنسبة لنا ان احنا نشوف كافة هذه المشروعات. صحيح يا ست كمان اتفضل افندم. انا بتكلم معاك عن البدء الفعلي في مشروعات المرحلة الثانية. احنا فعلا بدأنا في المرحلة الثانية في توجيهات من سيادة الرئيس، لانه كان امر واحنا موجودين في ان دخول مؤسسة حياة كريمة لانشاء البيوت اللي كانت مدارة من السيول دي كانت البداية. في نفس التوقيت السيد وزير الاسكان دخل على طول الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي والشركه القوميه للمياه، وبالتالي بنشتغل في البنيه التحتيه في المرحله الثانيه حاليا دلوقتي. طبعا دي كانت توجيهات سياده الرئيس. اما في بقى يعني ما هو برضه مكمل لهذه المشروعات العظيمه في تحقيق برضه لجوده الحياه داخل القرى، في بعض القوافل اللي بتتم قوافل طبيه وعلاجيه بتتم مجانا مع بعض الندوات الثقافيه، بجانب كمان بعض المحاور والانشطه الثقافيه والفنيه والرياضيه والشبابيه، وبعض المسابقات اللي بتتم وعمل بعض الورش التدريبيه داخل هذه القرى. احنا حاليا بنعمل دلوقتي قرى
ما بقتش طاردة للسكان، بقت قرى جاذبة للسكان. يبقى حاجة عظيمة جدا ان نشوف هذه المشروعات على ارض الواقع، ونشوف فعلا مشكلة الصرف الصحي دي كانت موجودة في محافظة اسوان وكل القرى عموما، كانت ازمة كبيرة جدا. وتبطين الترع برضو من ضمن المشروعات العظيمة اللي تمت في ارض اسوان، شيء عظيم جدا اللي بيحصل في اسوان دلوقتي. كل ده بيتم مع التطوير والتحديث والبناء في كافة المجالات مع الاستثمارات. يعني موضوع حياة كريمة حول الحالة المعنوية للمواطن البسيط العادي إلى حياة فعلا فيها أمل وفيها إحساس إن في بكرة قادم. وأنا سعيد جدا بالتقرير اللي أنتوا عرضتوه دلوقتي، قد إيه بذل فيه مجهود، لأن فعلا هذا البرنامج إذا كنا بنتكلم عنه هو المراية لكل المصريين اللي بنقول لهم آدي الجمهورية الجديدة في شكلها في كافة القطاعات، مش حياة كريمة بس. ولكن النهارده واحنا بنتكلم عن حياة كريمة بنتكلم عن إن مصر قادمة، وإن ما بيتم حاليا من فتح أبواب أمل وطموح داخل المواطن داخل القرى في أفضل حالة من الحالات. احنا بنحقق بعجلة إنتاج عالية جدا، وبنحقق مطالب كانت حلم يصعب تحقيقه في زمن معين. فالحمد لله يمكن المشروعات المعطلة من عشرات السنين اقتحمناها واشتغلنا عليها. ومش عايز اقول لحضرتك ان ما في مشروع حاليا دلوقتي داخل محافظه اسوان معطل او اتساب بسبب حياه كريمه. دخلنا في كافه الاشياء عظيم في كافه الصعاب، عشان كده احنا ان شاء الله هنحارب وهنحارب لحتى الانتهاء من اخر حاجه تتعمل في حياه كريمه. هتبقى الحياه ليها شكل تاني لكل المواطنين، ما عادش بعد كده مواطن يسيب قريته ويبعد بعيد ويسافر في القرى في المراكز والمحافظات الاخرى. ان شاء الله هتبقى اسوان. شفنا احنا الكلام ده فندم في وادي الصعايده وواجهه مشرفه ان شاء الله. شفنا الكلام ده اللي حضرتك بتتكلم عنه ده في وادي الصعايده وفي الاشراف. لكن خلينا نتكلم مع حضرتك عن نقطه ثانيه. حضرتك قلت ان في 245 مشروع تم الانتهاء منهم بالفعل. ايه هي ابرز هذه المشروعات، وهل كان في كلام مع الناس قبل البدء في هذه المشروعات عشان نقف على احتياجاتهم؟ احنا طبعا قبل اي تنفيذ لاي مشروع من المشروعات لازم بنقعد الاول وبنعمل جلسات حوار مع المواطنين وبنشوف احتياجاتهم الفعليه. وطبعا احنا لينا رؤيه وعارفين الاساسيات، وبالتالي لما بنيجي نشتغل لازم بنحدد المطالب الخاصه بالمواطنين. عايزين نقول ان تم تنفيذ 100% من الوحدات الصحيه مثلا، ده من ضمن المشروعات اللي انتهت من 245. بنتكلم على ان كل مكاتب البريد انتهت بنسبه 100%. عايزين نقول في 31 مجمع، ال 31 مجمع دول بدل المواطن ما يروح المركز ويروح للمحافظه علشان يخاطر ياخد خدمته ياخدها من القريه، ف 31 مجمع تم الانتهاء من 29 مجمع بنسبه. احنا تم تحويل المحافظه تحول رقمي بنسبه 100%، وان شاء الله هيتم افتتاحه خلال الايام القادمه تزامنا مع الاحتفال بثوره 30 يونيو ان شاء الله يا فندم. في حجم المشروعات مهول جدا تم الانتهاء منه، ولكن احنا ان شاء الله بنوعد المواطنين بنوعد القياده السياسيه ان ال 2016 مشروع اللي بانتهاء المرحله الثانيه النهائيه هنكون نفذناهم 100% طبقا للمخطط، لان احنا شغالين على ارض الواقع. الجدول الزمني للانتهاء من المرحله الثانيه ده ايه يا فندم؟ المرحله الثانيه سيتم الاعلان عنها قريبا، ولكن انا بتكلم عن دخول سياده الرئيس لاسوان. كان الزام علينا تنفيذ ما امر به مع اجراءات السيول بدخول مركز ومدينه اسوان. فبالتالي احنا بدانا مقدما في المرحله الثانيه. لكن هي احنا ان شاء الله المفروض ان احنا اخر السنه دي هتنتهي المرحله الاولى تماما 100%. لكن احنا بدانا في المرحله الثانيه بناء على توجيهات من سياده الرئيس، ودي كانت نقول كانت هديه من سياده الرئيس لمحافظه اثناء زيارته لاهالي اسوان اثناء السيول. بالظبط كده يا فندم. بنشكر حضرتك سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.